كوب 29 تضامن من أجل عالم أخضر. انطلق كوب 29 في العاصمة الأذربيجانية باكو بمشاركة دولية واسعة، فقد سلمت دولة الإمارات رئاسة المؤتمر إلى جمهورية أذربيجان الصديقة في نهاية رئاستها لكوب 28، واستمر دعم الإمارات لجمهورية أذربيجان منذ إعلان استضافتها لكوب 29، وتشارك الإمارات بجناح ضخم في دورة هذا العام، يقدم 67 برنامج تفاعلي مميز، حيث تبلغ عدد الجهات المشاركة في الجناح 49 جهة من الدولة و7 جهات عالمية، فيما يبلغ عدد المتحدثين 238 متحدث. وتواصل الدولة دورها الرائد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي قاد فريق كوب 28 لتحقيق أعلى الطموحات. في كوب 28 اتفق الجميع على تجديد الثقة بالتعددية والعمل الجماعي، وفي كوب 29 تواصل الإمارات دعم مسيرة الأهداف المناخية من أجل مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.